صياما مقبولا. بعد تراجع فرنسا وبريطانيا الداعمتين الرئيسيتين لفكرة تسليح المعارضة السورية، استبقت الولايات المتحدة زيارة الائتلاف وجولته إلى عواصم القرار بتصريحات عن أن الأسد لا يمكن أن يحكم كل سوريا مرة أخرى. خلفيات تصريحات البيت الأبيض، التحول في مواقف عواصم القرار وعلاقة ذلك بتركيبة الائتلاف الجديدة وفرص انعقاد مؤتمر للسلام، محاورنا في تفاصيل الليلة لكن بعد لحظات. حياكم الله. إذن تصريحات جي كارن استقبقت جولة الائتلاف إلى عدد من العواصم العربية، حيث يبحث في القاهرة قادم من الرياض مع المسؤولين المصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تطورات الأزمة السورية. كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي؟ هل هو تشجيع للأسد أو رسم خارطة طريق له؟ وكيف بالتالي ستنعكس على دول الجوار؟ نذهب للتفاصيل. لم يعد المواطن السوري يكترث للعديد من الأخبار التي تتعلق بالمعارضة السياسية كتلك التي تتحدث الآن عن جولة الائتلاف لدول عربية وغربية، فهي باتت في نظر الشعب السوري الذي يرزح تحت القصف منذ عامين ونصف محط سخرية لا أكثر. فبعد زيارته للسعودية يزور الجربة جمهورية مصر لمعرفة موقف الحكومة الجديدة من النظام ومن المعارضة السورية، خاصة أن مصر على ما يبدو ترغب بإعادة العلاقات مع النظام في دمشق والتي قطعت في عهد الرئيس المعزول. زيارة مصر ستتبعها زيارات أخرى متوقعة تشمل دولا غربية كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، هناك حيث الدول التي لا تتوقف أبدا عن إدانة نظام الأسد ولا تتوقف في الوقت نفسه عن دعم الشعب السوري وتطلعاته وآماله، ولكن بالكلمات فقط، حيث تراجعت بريطانيا مؤخرا عن موقفها وأعلنت أنها لن تسلح المعارضة، وسبقتها فرنسا في ذلك حين أكدت على الحل السياسي وتراجعت أيضا عن فكرة التسليح، وهما الدولتان اللتان كانتا أكثر المتحمسين في البداية لتسليح المعارضة. في الولايات المتحدة ضربة أخرى وتحد آخر، حيث استبق البيت الأبيض الزيارة المرتقبة للجربة بالتأكيد على أن بشار الأسد لن يحكم سوريا أبدا بنفس الطريقة التي كان يمارسها في السابق. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني أن الحديث عن مستقبل الأسد كزعيم لسوريا أو فترة توليه منصب دكتاتور سوريا والحاكم بيد حديدية قد انتهى، وبينما هناك تحولات في ساحة المعركة فإن بشار الأسد في رأينا لن يحكم كل سوريا مرة أخرى، ولا نعتقد أنه ينبغي أو أن لديه أي حق أو شرعية للقيام بذلك. وبينما تستمر تصريحات الغرب المراوغة وتخبطات الائتلاف وصراعاته الداخلية مستمرة، يبقى دم هذا الشعب ينزف ويسجل للتاريخ تخاذلهم ومؤامراتهم عليه. سأناقش هذا الموضوع مع ضيوفي، أبدأ من عمان الكاتب محلل السياسي الأستاذ سلطان حطاب، أهلا بك سيد الكريم. ومن لندن الكاتب المعارض السوري المستقل بسام جعارة، أيضا أهلا بك. أما من لبنان عبر سكايب نوفل ضو صحفي وعضو الأمان العام لقوى الرابع عشر من أذار، أهلا بكم جميعا ضيوفي الأعزاء. سأبدأ معك أستاذ بسام، يعني تصريحات لعواصم القرار استبقت جولة الائتلاف، إنجاز التعبير فإنها قلب الطاولة على رأس المعارضة، لماذا بالتالي يصر الائتلاف لزيارة هذه العواصم؟ يعني لا أرى في الأمر أي جديد على الأطلاق، وليس قلب الطاولة على رأس المعارضة. هذا هو الموقف الأمريكي منذ سنتين، قال أوباما أن على الأسد أن يرحل، بعد ذلك لم نسمع إلا الكلام، وكنا نقول منذ أشهر لا تتكلوا لا تعولوا على أي موقف أمريكي أو غربي، هذا الغرب يعرف تماما ماذا يريد، يعرف تماما أين تكمن مصلحته. هم رفعوا شعار فخار يكسر بعضه، بمعنى هم يستنزفون الروس على الأرض السورية، يستنزفون إيران، يستنزفون حزب الله، ويستنزفون دماء الشعب السوري. هذا ما يريده الأمريكان وهذا ما يريده الغرب، وأي كلام آخر هو مجرد وهم. كنا نعرف تماما أنه لن يكون هناك أي انحياز للشعب السوري، كنا نطالب أن تقف أمريكا على الحياد، ولكنها لم تقف على الحياد. دعني أقول بكل وضوح، هناك من يعتقد أن أمريكا
تكتفي بموقف المتفرج. هذا الكلام ليس صحيحا. أمريكا كانت وما زالت تمارس ضغوط كبيرة على الأشقاء العرب لمنع تسليح الشعب السوري. تركت إيران تغزو الأرض السورية، تركت حزب الله، تركت الميليشيات الطائفية، وتركت الشعب السوري يتعرض لكل أنواع القتل. ورغم ذلك هي تتحدث عن أمرين، تتحدث عن جبهة النصرة، تتحدث عن الكيماوي. وترى في وقوع الكيماوي بيد الشعب السوري خطر، أما بيد بشار الأسد فلا يشكل خطرا. أيضا بريطانيا تقول لبشار الأسد يمكنك أن تخصف بالكيماوي، ونحن نقدم لهم الأقنعة أو الدواء المضاد لغاز السارين. هذه المواقف أصبحت واضحة. طيب أستاذ سلطان، يعني واشنطن تقول لم يحكم الأسد كل سوريا، لن يحكم كل سوريا مرة أخرى، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن الإدارة الأمريكية ستوافق على أن يحكم جزء من سوريا على أساس الأمر الواقع؟ هذا هو بيت القصيد، هذه هي الخارطة الأمريكية، هذا حجر سنمار إذا جاز التعبير، الحجر الذي يضعه الأمريكيون في البناء القادم ويستطيعون أن يخرجوه ليهدموا هذا البناء. هم تحدثوا من قبل عن تفكيك، وبالتالي الآن يبدأ أن هذه الخارطة، خارطة الطريق الأمريكية لسوريا والتي ينفذها الأسد، هي تقسيم سوريا. قبل فترة سمعنا عن حكم ذاتي للأكراد السوريين، والآن يتحدثون عن حكم سوريا، ليس كل سوريا، أجزاء من سوريا للأسد، بمعنى أن الأسد سيبقى، إن لم يبقى رئيسا لسوريا ولن يبقى بفعل المقاومة المستمرة، سواء وقف الغرب مع هذه المقاومة أو لم يقف، لن يتمكن الأسد أن يحكم بالدم والحديد والنار كل سوريا، وبالتالي هم يريدوا أن يكيفوا له وضعا أو أن يخرجوه باتجاه خريطة جديدة، هي أن يحكم جزء من سوريا. قد يكون هذا الجزء جيب مذهبي في شمال غرب سوريا وهكذا. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين بدأوا يفصحون عن الخارطة التي يطمئنون الأسد بموجبها أو يجدون له مخرجا، وبالتالي غابت عملية تسليح المعارضة، وغاب أيضا الحل السياسي بالمعنى الذي ينقذ الشعب السوري ويمكنه من تقرير مصيره في بلده سوريا، بالتالي غاب الإبراهيمي أيضا. أستاذ نوف الضوء، يعني هل أنت تؤيد ما تحدث به الأستاذ سلطان بأنها خارطة أمريكية ينفذها الأسد، وبالتالي هل هو تشجيع للأسد أو رسم خارطة طريق له أيضا؟ ما تعيشه سوريا في هذه الأيام مشابه تماما لما عاشه العراق في بداية التسعينات بعد اجتياح صدام حسين للكويت وبعد إخراج القوات الحليفة لصدام من الكويت. يومها سقط نظام صدام حسين بالمفهوم الإقليمي للكلمة وبمفهوم النظام السياسي القادر على الإمساك بالبلد، ولكن صدام حسين كشخص لم يسقط إلا بعد حوالي 13 سنة. أنا يعني لا أريد أن أكون متشائما وأقول بأن الوضع في سوريا سيستمر 13 سنة، ولكن في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية فإن نظام بشار الأسد بالمفهوم النظام الذي يريد أن يكون له دور إقليمي القادر على التأثير في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي دول الجوار، هذا النظام سقط. أعتقد أنه يعني نحن نبالغ كثيرا عندما نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعطي دورا لبشار الأسد. في الحقيقة يعني مقاربة الموضوع يجب أن تكون بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون هي صاحبة الفعل في إزالة بشار الأسد من الحكم، ولكنها لن تكون مستاءة أبدا إذا سقط بشار الأسد، وبالتالي فالمسؤولية بالدرجة الأولى، وأنا لا أرميها هنا على الشعب السوري البطل، ولكن في النهاية عليه أن يأخذ قراره بيده، والمسؤولية بالدرجة الثانية تقع على المجتمع العربي. نحن كلنا نعرف أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا ومع غيرها من الدول كانت تؤمن نوعا من الغطاء لحكم محمد مرسي في مصر، وعندما تحرك الشعب المصري ودعمت الدول العربية الشعب المصري اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير موقفها، وهي الآن يعني تدخل في عملية تطبيع مع النظام الجديد في مصر. أعرف أن الوضع في سوريا مختلف، لأنه كما نقول يعني بواقعنا اللبناني يعني ما يجري في سوريا على الحامي وليس على البارد،
نعم ولكن في النهاية علينا أن نكون واقعيين. كل هذه الشعارات التي تتحدث بها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من حقوق إنسان وديمقراطية وما إلى ذلك هي ليست إلا شعارات. هم مستعدون لرؤية مئات الألوف من الناس تقتل وتذبح وتهجر وتدمر المدن من دون أن يعني لهم شيء هذا الموضوع. وبالتالي إما أن يأخذ الشعب السوري والدول العربية الصديقة للشعب السوري القرار بيدهم، وإما فالمسألة مرشحة لأن تطول أكثر. نعم، طب أستاذ بسام، يعني حكم جزء من سوريا برأيك هل سيعرض هذا الموضوع على وفد الائتلاف والأركان؟ اسمح لي لك بكل وضوح، بغض النظر عرض أم لم يعرض، من يقرر مصير الشعب السوري هو الشعب السوري، لا الائتلاف ولا غير الائتلاف ولا أمريكا ولا روسيا. عندما قام الشعب السوري بثورته لم يستأذن لا أمريكا ولا روسيا ولا النخب السياسية والثقافية، بمعنى لا يستطيع أحد. أيضا أريد أن أقول أمر أهم وهو ليس كلاما عاطفيا، من عجز عن قمع ثورة الشعب السوري خلال 2 و5 أشهر لن يستطيع إقامة كيان طائفي في الساحل السوري، ولن يستطيع أيضا جر الأكراد إلى إقامة دولة عنصرية. بشار الأسد يشجع الجميع الآن على إنشاء كيانات، ولكن أؤكد لك لن يستطيع أبدا. يعني أمريكا والغرب وروسيا وإيران لا يعرفون أن الشعب السوري يملك الكثير من الأوراق التي لم تستخدم بعد. عندنا مئات آلاف الشباب جاهزون للنزول عندما يتوفر لهم السلاح، بمعنى نملك إمكانات هائلة. وأمس كان وزير ما نعم. يسمى بالمصالحة في بيروت يهمس في إذن السياسيين المتحالفين مع المجرم بشار الأسد، كان يقول لهم بأن بشار لم يعد يحكم ليس فقط على الصعيد السياسي، بل لم يعد يحكم حتى على الصعيدين الاقتصادي والإداري، بمعنى النظام سقط، بشار انتهى. منذ أيام كتبت الواشنطن بوست تقول إذا انسحب حزب الله من سوريا سيسقط بشار الأسد. الجميع بات يدرك تماما بأن المسألة باتت تتعلق بغزو أجنبي، والغرب يتفرج حتى عند يعني غدا سيجتمع الاتحاد الأوروبي ليقرر وضع ما نعم. يسمى بالجهاز العسكري لحزب الله. يعني نعم. أنا أسأل الآن، هذا الكذب أصبح مفضوحا. الأمر لا يتعلق بموقف حزب الله من الثورة السورية ولا باحتلاله للأرض السورية، بل يتعلق بأجندة أوروبية. من لا. يعطي الأوامر للجهاز العسكري؟ نعم. أليس الجهاز السياسي؟ من هو المجرم؟ أليس حسن نصر الله وقيادة ما يسمى بحزب حسن نصر الله؟ نعم. الألعاب مكشوفة. لا أريد أن أدخل الياس، الائتلاف وغير الائتلاف لا يستطيع أن يبيع أو أن يشتري، هناك شعب يراقب، هناك حركة تمرد كاملة، لا يوجد حركة صغيرة، ولكن الشعب السوري جميع وضع الجميع تحت المجهر ويراقب الوضع، وأنا أؤكد لك نستطيع أن نقلب الطاولة على الجميع عندما يتطلب. بالتالي الأمر ما فائدة ذهاب الائتلاف إلى الولايات المتحدة التي استبقت كل ذلك بهذا التصريح؟ هم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يغيروا مواقف الدول العربية والدول الكبرى. اليوم في القاهرة حتى نكون صادقين سمعنا تصريحات أقول مقبولة من وزير الخارجية المصري، وعد قبل العيد بإلغاء تأشيرات، وسننتظر لنعرف إذا كان هذا الوعد صادقا أم هو مجرد كذب. أيضا قالوا أنهم يدعمون تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، هذا الموقف بات مقبولا ولكنه لا يعبر عن طموحات الأشقاء في مصر، لا يعبر عن طموحات الشعوب العربية ولا تطلعات نعم الشعب السوري. لكن هناك استباق لهذا التصريح أيضا أستاذ بسام، هو ألمح لتقييم العلاقات بين القاهرة ودمشق. تماما، نحن نراقب وننتظر ولا نعول بكل صراحة لا على موقف مصري ولا على موقف عربي. نعم. حتى الموقف العربي بشكل عام لا نعول عليه. لو كنا نعول على الموقف العربي أنا أستطيع أن أقول لك ما يلي: السعودية التي منحت مصر 5 مليارات دولار تستطيع بهاتف واحد أن تغير الموقف المصري رأسا على عقب خلال طيب. دقائق.
طيب تستطيع أستاذ بسام اسمح لي يعني لن نتكلم عن ربما القوى الإقليمية الداعمة، سنتكلم عن التصريحات التي خرجت الآن إذا تكرم، مخصصين هذا الملف لهذه التصريحات على وجه الخصوص، يعني أرجو أن تقبل اعتذاري أيضا. أستاذ سلطان، يعني هذه التصريحات وما تحدث به أيضا الأستاذ بسام جعار، يعني بالتالي هناك من يرى بأنه تشجيع أيضا للأكراد بالمضي في خطتهم لإنشاء حكومة مستقلة في ربط مع الموضوع التالي، يعني أليس ذلك ممكنا أيضا؟ نعم، أنا لم أسمع كلام الأستاذ بسام جعرة، ولكني أيضا لم أقل إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت بشار خارطة الطريق ليبقى، أنا قلت أنها تستعمله الآن طعم من أجل إنفاذ مخططات معينة. الهدف هو الذي ينفذ نظام الأسد. نعم. كل هذه الفترة في مقارعة ومقاتلة شعبه هو من أجل إضعاف سوريا وتقسيم سوريا. نعم. الهدف هو اصطياد سوريا، ما دام الأسد في بقائه يخدم فكرة تفتيت سوريا وإضعاف سوريا وتقسيم سوريا من أجل مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فليبقى الأسد إلى أن يتحقق هذا الهدف. وهذا الذي جعلني أقول إن هذا التصريح هو أشبه بحجر سنمار، وبالتالي أنا لا أعتقد أن العلاقات المصرية، علاقة الثورة المصرية ستكون إلى جانب الأسد على الإطلاق، وإن بدا ذلك لبعض القوى، لأن الذين أقاموا علاقة في الأصل مرسل مخلوع حين أقام علاقة كان في ذهني أن هذه الثورة ثورة للإخوان المسلمين، الأمر ليس كذلك، هذه ثورة الشعب السوري، وبالتالي هناك ثورة في مصر متجددة أعيد إنتاجها في 30 يوليو بعد أن خطفها الإسلاميون، وبالتالي أنا أعتقد أنه لا قلق من مواقف مصرية قادمة إزاء ما يجري في يعني سوريا، هذا لن يكون نظام المصري الجديد مع نظام الأسد الذي سيذهب أيضا، نظام الأسد سيذهب، وبالتالي إطالة أمد هذا النظام هو من أجل تفتيت سوريا وأضعافها، والتصريحات عن حكم ذاتي للأكراد أو للعلويين مستقبلا بالأسد أو بورثته كنتون آخر، سيكون الأسد خارج اللعبة السورية وبالتالي خارج حكم الشعب السوري. لكن هناك من يرى بأن هذا المشروع الجديد للأكراد هو يأتي تحت مظلة نظام الأسد أيضا، وبالتالي هناك من يقول بأن هذه الخطوط مدروسة. لا يمكن أن يكون ذلك، يعني لا يمكن أن يعطى حكم ذاتي للأكراد تحت مظلة الأسد، لأن الأسد في نهاية الأمر لن يقوى على حكم حتى أولئك الذين سيؤسس لهم كنتون باسم التابعية له، لأن حتى المذهب العلوي المحترم لن يمكن الأسد من أن يكون حاكما له، لأن الأسد استنفذ دوره بقتله لشعبه وبمعاداته لشعبه وأهداف وأمان شعبه، وبالتالي لن يقبله حتى أولئك الذين يدونون بطائفته. أنا أعتقد أن سوريا المستقبل لن يكون للأسد فيها مكان، والقول الذي يتحدث به الأمريكيون إنما يستعملون الأسد مجرد طعم، كما استعمل نظام صدام حسين اللي طعم من أجل اصطياد العراق وقد تم ذلك. وقال أحد الإخوان الذين تحدثوا في هذه المقابلة من ضيوفك إن النظام كان قد سقط. نعم. في وقت مبكر، ولكن الحرب في العراق بقيت وما زالت مستمرة، وهكذا نظام الأسد منذ أحداث درعا سقط. نعم. فقد شرعيته وباقي كنظام متمرد كجهة تقتل الشعب السوري، وبالتالي لا قيمة لهذا النظام في الشرعية الدولية وفي الاستقرار. طيب. يعني ربما ينظر لهذا الموضوع أيضا نظرة، ما يضعف سوريا ويستنزفها. نعم، ينظر لهذا الموضوع نظرة أخرى أستاذ نوفل. نعم. يعني كيف سينظر لهذا الموضوع في بيروت وبغداد، خصوصا بعد التهجير في ديالى والتوتر في لبنان؟ يعني أنا أقول بأنه مقولة الدولة العلوية على الساحل ودولة بشار الأسد على الساحل هي مقولة في غير مكانها لسبب بسيط. بشار الأسد لم يعد قادرا على الحكم، إن مثل يعني حتى غير قادر على حكم مثل هذه الدويلة. هذه الدويلة في حال تم تأسيسها أو في حال قامت ستكون امتداد لإيران، ولن تكون بأي شكل من الأشكال سورية. نعم. من يحكم المنطقة التي يسيطر عليها بشار الأسد في هذه الأيام هي إيران عمليا، وليس بشار الأسد. بشار الأسد مجرد واجهة لقرار استراتيجي إيراني. إذا كان الغرب الذي يناور الآن والذي يحاول أن يعني يستفيد من انهيار الوضع في سوريا لحسابات ومصالح
لها علاقة بالضغط على إيران وباستنزاف التيارات الإسلامية المتطرفة وباستنزاف روسيا نعم وبعملية إلهاء حزب الله في سوريا بدل أن يكون على المواجهة مع إسرائيل. كل هذه الأمور لا يمكن للغرب أن يصل إلى مكانه ويتحمل إيران على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يعني عملية دولة علوية بقيادة بشار الأسد تعني عمليا أن إيران أصبحت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط على بعد 200 كيلومتر من أوروبا. نتذكر أن قبرص هي جزء من الاتحاد الأوروبي، نعم وعمليا مثل هذه الدولة على الساحل السوري تعني أن لبنان سيسقط بدوره تحت النفوذ الإيراني بشكل كامل. ولا أعتقد أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول العربية طيب ولا بالتالي أي فئة في هذا العالم نعم قادرة على تحمل مثل هذا الواقع. طب بالتالي لذلك إذا كان أقول هذا بأنه التخوف من قبل لبنان، لماذا لبنان كل هذه الدولة ترفض أو تطالب بعدم نعم إدراج حزب الله ضمن الإرهاب؟ أستاذ نوفل، فقدنا الاتصال بأستاذ نوفل، سنعود للاتصال به. طيب أستاذ بسام، يعني هل الإدارة الأمريكية الآن بصراحة باتت تعترف بأن سوريا القديمة لم تعد موجودة؟ يعني اسمح لي أجيب عن السؤال اللي سألته لضيفك الكريم من بيروت. نعم أنا تفضل. سألت الأخوة اللبنانيين كيف يطلب الرئيس اللبناني هذا الطلب، قالوا لي هل يستطيع إلا أن يقول هذا الكلام؟ حسن نصر الله خطف لبنان رئيسا وحكومة وبرلمانا، لبنان أيضا محتل، يجب أن نعي جميعا هذه الحقيقة. لا أريد أن أقدم صك غفران أو براءة للرئيس اللبناني، ولكن الآن الجميع تحت الاحتلال الإيراني في لبنان وفي سوريا. هذا ما أردت أن أعقب عليه بالنسبة لموضوع أو موافقة الرئيس اللبناني. طيب بالتالي فقط، يعني إذا كان هذه المخاوف من وصول إيران للبحر المتوسط، لماذا هذا التخوف، لماذا التردد البريطاني في عدم إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب؟ الاتحاد الأوروبي كما يعتذر. قلت لك هم يريدون أن يتطاحن الجميع حتى يفنوا، وعندما تنتهي القصة سترى أن هناك تدخلا عسكريا غربيا، ولكن هذا التدخل سيكون لتأمين السلاح الكيماوي والصواريخ البالستية. هم يخشون على إسرائيل ونحن نعرف تماما مخططاتهم. هم يحضرون الآن لأمرين، يريدون من الجيش الحر أن يضرب التنظيمات الجهادية كما يقولون، ويريدون لبشار أن يجعل دماء تسيل في الشوارع. لماذا؟ نعم. لكي يقتنع الأخوة في الساحل بأن هذا الدم لن يسمح بالعيش المشترك مستقبلا، وبالتالي فإن الحل سيكون من خلال إقامة دويلة. هذه الألعاب لن تمر، يعني ليس كل ما يقوله الأمريكان أو الإنجليز أو الفرنسيين سيترجم على أرض الواقع. مرة أخرى أقول هناك شعب سوري صنع المعجزات، لن تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بشار أن يفرضوا إرادتهم على طيب. الشعب السوري. نحن نعم. يعني هذا ما سأحيله بنفس السؤال إلى الأستاذ نوفل، كنت قد سألته قبل يعني أن ينفصل الاتصال، عن بأن الدولة اللبنانية هناك تناقض، يعني هي تدين وجود حزب الله في سوريا، وجود حزب الله مع النظام، بالمقابل هي تطالب بعدم إدراجه ضمن قائمة الإرهاب. لماذا برأيك هذا التناقض الكبير؟ يعني بكل بساطة لأن لبنان بدوره والدولة اللبنانية خاضعة للاحتلال الإيراني بطريقة أو بأخرى. يعني حتى لو أن رئيس الجمهورية في لبنان لم يطلب من وزير الخارجية يعني الطلب من الاتحاد الأوروبي على عدم إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، فكان الوزير بنفسه سيبادر إلى ذلك بمعزل عن رئيس الجمهورية. كلنا نتذكر أنه عندما طلب رئيس الجمهورية من وزير الخارجية أن يقدم احتجاجا على الاعتداءات التي جاءت من الأراضي السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية، رفض وزير الخارجية ذلك وبادر رئيس الجمهورية إلى القيام بذلك بنفسه. واقع المؤسسات الدستورية في لبنان واقع مزر جدا، واقع خاضع لهيمنة سلاح حزب الله. ونحن أيضا في لبنان يمكننا القول بأننا لسنا يعني في وضع مريح جدا، نحن أيضا خاضعين بشكل أو بآخر لاحتلال السلاح الإيراني ولمصادرة القرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي في لبنان من قبل الجهات الإيرانية التي يعني لها امتدادات في لبنان من خلال حزب الله وسلاحه.
لا يعتقدان أحد بأن لبنان في حالة أفضل بكثير مما يجري في سوريا. في سوريا الآن قد يكون هناك الأمور تجري على الحامي، في لبنان الأمور باردة بعض الشيء، ولكن الخطة الإيرانية المتعلقة بسوريا هي نفسها تلك المتعلقة بلبنان، وبالتالي السعي الإيراني لوضع اليد على هذا الهلال الذي يعني تذكرنا جيدا أن الملك الأردني تحدث عنه منذ العام 2004 وحذر جدا من الهلال الإيراني والهلال الشيعي في هذه المنطقة، والاستراتيجية الإيرانية لا تزال هي، وأعتقد أن لبنان وسوريا في هذه المرحلة هما في عين العاصفة الإيرانية، ولكن أنا متأكد من أنه في النهاية المشروع الإيراني سيسقط ولا يمكن أن يعيش، لأن مقومات حياته غير قابلة أبدا لأن تكون متوافرة. يعني مثل نجاح مثل هذا المشروع الإيراني يعني أن إيران ستتحول إلى قوة دولية، يعني تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، تحل محل الاتحاد السوفيتي السابق، تحل محل الصين، تحل محل كل هذه الدول. لذلك أعتقد أنه الموضوع يعني هو مجرد أحلام كبيرة، وأنا أشبه يعني إلى حد بعيد مشروع إيران التوسعي بمشروع صدام حسين التوسعي، وبالنهاية ما من دولة تدخلت في دولة أخرى إلا وانتهى نظامها بالسقوط في نعم، يعني بالتالي سأوجه سؤالي لأستاذ سلطان، يعني أسمع إجابة حول ما تم الحديث عنه، أيضا ما هي الارتدادات على في هذه المواضيع كلها على بغداد وبيروت على وجه الخصوص الآن؟ يعني في الأصل أريد أن أقول أن هناك استنهاض طائفي شديد في المنطقة، نعم وأعتقد أنه لو قامت هذه الدويلات وهي في الخارطة الأمريكية واردة من أجل إضعاف سوريا وتفتيتها وإضعاف المنطقة في مواجهة إسرائيل، هذه الدويلات لن تكون مهددة لا للغرب ولا لإسرائيل، لأن هذه الدويلات حين تقوم على أسس طائفية فإنها ستبحث عن حماية سياسية، وبالتالي مجرد أنها ستبحث عن حماية سياسية ستجد هذه الحماية في الغرب الأمريكي وفي إسرائيل، نعم وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه الدولة العلوية في شمال غرب سوريا، وهناك دولة كردية أخرى في سوريا، وقد تكون هناك دولة درزية أيضا في منطقة جبل الدروز وامتداد قد يصلها بالدروز في إسرائيل، مثل هذا التفكير ومثل هذه الخرائط واردة، لأن تفتيت المنطقة وإضعافها وجعل إسرائيل القوى المركزية والأساسية والضاربة فيها لن يزعج الغرب، حتى لو كانت هذه في مثل هذه الدويلات دولة للقاعدة نفسها، لأن الطائفية حين تدخل في صراع، وهنا استنهاض طائفي شديد الآن في المنطقة، في العراق سنة وشيعة، في مصر، في سوريا، هناك استنهاض طائفي مقصود من أجل إذابة الهوية المنطقة وهي الهوية العربية، الاستهداف هو للهوية العربية، حتى حين صنعت حماس وجرى فصلها في غزة كان الاستهداف في الأصل إضاعة القضية الوطنية وإذابتها وجعل الامتداد عبر إسلامي بعيد، وبالتالي تبعيات خارج الخارطة العربية وخارج الفكرة القومية العربية. نعم وبالتالي يعني أنا أعتقد أن الغرب يفكر بالفعل في استعمال الأسد طعم لاصطياد تفتيت سوريا. نعم سنواصل النقاش أيضا، لكن سنذهب إلى فاصل قصير بعده نتواصل. أهلا بكم من جديد، وسأبدأ معك أيضا أستاذ بسام، يعني من هذه المعطيات والتصريحات هل يمكن ربطها بالجهود الكبيرة لتركيب الائتلاف بالطريقة التي تمت؟ يعني هناك من يتساءل هل هناك ما يطبخ بالخفاء؟ يعني أنا أعرف تماما أن هناك ما يطبخ في الخفاء من زمن بعيد وليس الآن، نعم ولكن دعني أقول بكل وضوح الغرب والشرق يعرف تماما أنه لا يمكن أبدا كسر إرادة الشعب السوري. أنا لا أرفع شعارات ولا أتحدث عن شعارات، هم يعرفون تماما أن أي جهة سياسية أو عسكرية تحاول اللعب بأهداف الثورة السورية بالنيل من الشعب السوري ببيع الشعب السوري سوف تسقط فورا.
لا يستطيع أحد أن يلعب هذه الألعاب الخطيرة. أنا لا أوجه اتهام الائتلاف ولا أخون أحدا، ولكن الجميع يعرف في الداخل والخارج أن هناك شعب مقاوم. من استطاع أن يقف في وجه بشار وعصابته وكل هذا الدعم الأجنبي لن يستطيع قهر إرادة الشعب السوري. يعني بالتالي هل نفهم أن الائتلاف أيضا بتركيبته الجديدة هو لعبة أمريكية أيضا؟ لا أستطيع أن أقول لعبة أمريكية، ولكن أستطيع أن أقول أمر واحد. إذا كان الغرب يعتقد أنه يستطيع من خلال هذه التركيبة أن يضع الشعب السوري وجها لوجه أمام تسوية مرفوضة طبعا شعبيا، لا تحقق تطلعات الشعب السوري، فإن هذه هي مجرد أوهام. الجميع يعرف ذلك. أؤكد لك بأن الغرب يعرف تماما ماذا يملك أي تشكيل سياسي في سوريا وما الرصيد الشعبي له. ليس هناك رصيد لأحد. كنا نقول من زمن طويل بقدر ما يرتقي الائتلاف أو المجلس الوطني أو أي جهة سياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري يكون موضع سقط السوريين، وعندما يحيد أي تجمع أو أي كيان سياسي عن هذا يعني لا يمكن أن نسقط. يعني منذ أيام كنا نسمع كلاما طويلا عريضا عن ضرورة إسقاط الائتلاف. لا يستطيع أحد. مرة أخرى أؤكد لك لا يستطيع أحد، ولن تكون هناك دويلة طائفية. هناك يجب أن ندرك تماما هناك مشروعان في المنطقة، مشروع إسرائيلي ومشروع إيراني. وفي الأخير سوف ينحاز الغرب إلى المشروع الإسرائيلي. عندما كان حزب الله يقاتل إسرائيل في تموز كنا نقول هذه ليست مقاومة، بل هناك مخطط إيراني للوصول إلى المتوسط لاحتلال سوريا ولبنان. كنا نحذر وكنا نخون، والآن الجميع يعتذر ويقول هذا الكلام بدنا نراه بأم العين، يعني هو كلام صحيح. نعم. طيب أستاذ سلطان، سأحيل إليك نفس السؤال، يعني كيف يمكن ربط هذه التصريحات كلها مع تركيبة الائتلاف الجديدة؟ يعني التركيبة الجديدة للائتلاف يعني غير مدروسة وغير مفهومة حتى الآن. لم ينجح الائتلاف لا من قبل ولا في هذه التركيبة الجديدة، لأن يكون خطوة للأمام. لم ينجح في توحيد المعارضة في الداخل والخارج، لم يرسل رسائل واضحة حتى لحلفائه المرجوين، سواء كان الغرب الذي يريد منه سلاحا أو العرب الذين خذل أكثرهم الثورة السورية. وبالتالي أنا أعتقد أن الائتلاف نفسه لم يعد مقروءا بما يكفي، وبالتالي قفزت التصريحات الأمريكية في وجه الائتلاف ومن فوقه وتحدثت عن تقسيم مسبق لسوريا. والائتلاف لا يمكن أن يقبل مثل هذه التوجهات أو مثل هذه الخارطة. وإذا ما استمر الأمريكيون في عدم تسليح المعارضة والحديث عن تقسيم، فإن الطريق ستقطع على الائتلاف، ويصبح الائتلاف كأنه يعني يسير في دروب مقطعة غير مفهومة. وبالتالي لابد من إيجاد مرجعية عربية، مرجعية تحالفية للائتلاف من أجل أن نستند إليها في سبيل مزيد من المقاومة للنظام ووقفه. طب بالتالي عندما تتحدث أنت أستاذ سلطان بأن أمريكا جعلت من بشار الأسد هو طعم حتى لتفتيت سوريا، طب ماذا تريد من الائتلاف أيضا؟ نعم. إذا كان بشار الأسد طعم، الائتلاف ماذا؟ الائتلاف هي تريد من الائتلاف أن يكون الوجهة التي تمثل السوريين، لكن من هم السوريون الذين يمثلهم الائتلاف؟ هذا هو السؤال. هل الائتلاف يمثل فعلا كل السوريين؟ وهل هو في مستوى ما يواجهه السوريون من أحداث قتل وقصف وإبادة الآن على يد النظام؟ هل ارتقى هذا الائتلاف؟ يعني ربما من سيجيب على هذه الأسئلة؟ تمنع. نعم، ربما نجيب على هذه الأسئلة أستاذ بسام جعارة. سمعت الأسئلة، معيدها أستاذ بسام. يعني تماما ما هو السؤال تماما؟ هو تحدث بأن الائتلاف من يمثل من السوريين؟ وكم نسبة السوريون الذين يقبلون بالائتلاف باختصار؟ خليني أقول لك بصراحة، منذ اليوم الأول للثورة السورية وحتى اليوم، كل هذه التشكيلات السياسية والعسكرية شكلت عبئا على الثورة السورية وعلى الشعب السوري. أنا أريد أن أقول هذا الكلام بوضوح، وكنت أقول هذا الكلام بشكل دائم. وعندما كنت في المجلس الوطني انسحبت منذ اليوم الأول، كنت أدرك تماما بأن هذا الجسم لا يمثل الشعب السوري،
ولا يعبر ولن يستطيع أن يعبر. نحن أمام تشكيلات ليس لها علاقة بالقرار الوطني السوري المستقل. نعم. إلى اليوم لم نجد أي تشكيل سياسي يعبر عن قرار سوري مستقل. مرة نتحدث عن قرار قطري ومرة عن قرار سعودي، ومرة يقولون فلان محسوب على أمريكا والآخر على فرنسا. نحن نريد أن يكون هذا الجسم السياسي يعبر فقط عن مصالح وتطلعات الشعب السوري. بكل أسف أعيدها وأقول، إلى الآن لم نرى مثل هذا الجسم السياسي وحتى العسكري، بكل أسف. نعم طيب، هذه حقيقة واضحة. طيب سأذهب الأستاذ نوفل، ولن نتحدث عن تركيبة الائتلاف، يكفي ما سمعنا. يعني أمريكا لديها أكثر من سيناريو سيد الكريم، سيناريو تقسيم، سيناريو آخر تسليح، سيناريو تفتيت لسوريا. أنت كيف ترى السيناريو الأمريكي الأقرب حسب خطتهم طبعا توقعاتك؟ أنا أقول أن مصير الشعب السوري بيده وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية. أيا يكن السيناريو الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، فأعتقد أن الشعب السوري قادر على فرض السيناريو الذي يريد. أنا أتكلم عن تجربة ولست أتكلم نظريات. تفضل. كلنا يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب كانوا يغطون الاحتلال السوري للأراضي اللبنانية. عندما وقف الشعب اللبناني وقال في 14 أدار 2005 بأننا لا نريد الاحتلال السوري والجيش السوري في لبنان، رضخت الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شخصيا أعرف بأن السفير الأمريكي في لبنان قبل مظاهرة 14 أدار المليونية، جيفري فيلتمان الذي الشهير يعني في لبنان وفي العالم العربي. فقدنا الاتصال بأستاذ نوفل ضو، يبدو أنه عاد. أهلا بك من جديد أستاذ نوفل. ألو. تفضل. ألو. أنا أقول بأنه جيفري فيلتمان في لبنان السفير الأمريكي عشية تظاهرة 14 أدار 2005 عندما نزل أكثر من 1.5 مليون لبناني يطالبون بخروج الجيش السوري من لبنان، كان ينصح القيادات في 14 أدار بأن تدخل في تسوية مع النظام السوري، وهو كان يقول بأنه لا خروج ولا برنامج لخروج الجيش السوري من لبنان. عندما نزل الشعب اللبناني إلى الأرض وإلى تظاهرات، ظهرت وزيرة الخارجية الأمريكية وسمت هذه التظاهرة بثورة الأرز، وبالتالي عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكيفت سياستها وتوجهاتها مع إرادة الشعب اللبناني. الآن أقول بأنه ما يجب أن يحدث في سوريا هو معارضة سورية، بمعزل عن معارضة سورية موحدة. الهدف الأساسي لهذه المعارضة يجب أن يكون ألا تتلون بلون أصولي وبلون ديني متطرف أيا يكون هذا اللون، أن يتكلوا على الشراكة بين جميع مكونات وأطياف الشعب السوري العرقية والدينية، وأن يواجهوا المجتمع الدولي بهذه الصورة. وعندها أعتقد أنه المجتمع الدولي سيرضخ وسيقبل بأن يسير في دعم هذا المجتمع وهذا الشعب الذي يريد لنفسه الحرية والديمقراطية وأبسط حقوق العيش الكريم. نعم. يعني لا يجب أن نثبت الشعب السوري في هذه المرحلة ونقول له بأنه هذا الفريق أو ذاك الفريق، يعني بكلام الائتلاف أو المجلس الوطني أو الجيش السوري الحر أو بقية الفصائل. نحن عشنا هذه التجربة في لبنان عندما كان كل فريق منا لوحده منفردا يطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان، كان السوريون قادرون على لعبة فرق تسد. وعندما اجتمع السنة والشيعة والمسيحيون والدروز وقالوا للجيش السوري اخرج من لبنان، خرج بشار الأسد من لبنان وخرج جيشه، وتمكن الشعب اللبناني من استعادة جزء من سيادته. وأعتقد أن الشعب السوري قادر على أن يعيد هذه التجربة على أرضه. طيب أستاذ سلطان، سنتحدث الآن عن ما يستبعده البعض من عقد مؤتمر للسلام إنهاء الصراع في سوريا العام القادم، قبل العام القادم بل تجاوزها للتشاؤم إلى عدم انعقاده من الأصل. أنت كيف ترى المشهد؟ أستاذ سلطان سمعت السؤال؟ نعم أعد السؤال لو سمحت. السؤال يعني البعض يستبعد عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الصراع في سوريا قبل العام القادم، هناك من تجاوزه التشاؤم إلى عدم انعقاده من الأصل. أنا لا أعتقد أن هناك مؤتمر سيعقد وسيجيب على أسئلة السوريين، خاصة السوريين الذين يستهدفهم النظام. وأعتقد أن هذه عظمة يجري التلويح بها لكل الأطراف من أجل أن يستمر السيناريو القائم
وإعطاء مساحات أوسع للنظام السوري في مخططه لإضعاف سوريا ولاستدراج حتى القوى الأصولية المتطرفة التي دخلت ولوثت الجرح السوري. أنا أعتقد أنهم يريدوا الأسد أن يصنع مقبرة لهذه القوى التي تدخل من الخارج من قوى التطرف التي سبغت الثورة السورية وأذتها، وبالتالي مهمة الأسد الإضافية هي في أن يدخل في صراع مع هذه القوى الأصولية وأن يصفيها وأن يقتلها، شأن الأفغان الذين بعد ذلك تفرقوا شظايا في العالم العربي. يعني هناك مهمات خبيثة لأطراف غربية تختلف عن أهداف الثورة السورية. أنا أتفق مع الأستاذ نوفل في ضرورة إعادة إنتاج الثورة السورية، أن يصطف كل الذين يعارضون الأسد على اختلاف مواقفهم ومواقعهم ومذاهبهم ورؤيتهم، في أن يصطفوا معا وأن ينتجوا أساليب مقاومتهم وهي الأساليب الشعبية، دون أن يكون ائتلاف أو غير ائتلاف مسقط من فوق رؤوسهم كأغطية دون أن يغطي جسد المقاومة أو يصونها أو يحفظها. أنا أعتقد أنه من الضرورة الآن إعادة إنتاج المقاومة السورية بشكل موضوعي وعلمي، وأيضا من داخل الشعب السوري، وأن تصطف كل هذه القوى في مناهضة نظام الأسد. نعم، يعني أستاذ بسام، ضيفي اتفقوا على إعادة إنتاج مقاومة سورية من الداخل، وبعد ذلك ربما تكون هناك مؤتمرات للسلام. يعني هذا كلام صحيح، ولكن أؤكد لك لن يكون هناك مؤتمر سلام. روسيا تتحدث عن جنيف وتعتقد أنها فرصة لبشار الأسد لكي يتمكن من القضاء على الثورة السورية، وأمريكا أيضا تريد أن تقول أن هناك عمل سياسي، وبالتالي هي يعني تحاول تبرير تخاذلها أو مواقفها الحالية. الجميع يعرف أنه لن يكون هناك جنيف 2، بالأساس جنيف 1 انتهى، بمعنى كانت هناك مشكلة، كانت هناك يعني شعب سائر ضد نظام مجرم. الآن معطيات جنيف 1 انتهت، الأمر الآن يتعلق باحتلال أجنبي للأرض السورية، وبالتالي سقطت، يعني سقط جنيف 1، لم يعد هناك شيء اسمه جنيف 1 حتى يكون هناك جنيف 2. أنا مرة أخرى أقول لك بكل وضوح، نحن كنا نتحدث أمس وأول أمس وفي كل يوم نتحدث مع أخوتنا في الداخل، نبحث عن أو نحاول البحث عن صيغ جديدة تعيد اللحمة في الداخل لتكوين جسم ليس حزبا جديدا وليس ائتلافا جديدا، يعني فقط قاعدة عريضة تسقط كل الألاعيب التي يحاولون الآن تمريرها سواء أتت من الغرب أم من الشرق. هم يحاولون الآن القول بأن النظام يمكن أن يسقط تدريجيا، بمعنى أنهم لا يريدون إسقاط الدولة، يريدون الخلط بين الدولة والنظام. الدولة شيء، نحن لا نريد إسقاط الدولة، ولكننا نريد نسف النظام، ليس فقط بشار الأسد بل النظام العسكري والأمني الذي قتل السوريين منذ أكثر من عقود طويلة. هم يحاولون الآن إخراج تسوية تحت عناوين مختلفة بأنهم لا يريدون هدم الدولة. حتى من جماعة الائتلاف ومن قادة الائتلاف سمعنا منذ أيام هذا الكلام، هذا الكلام لن يمر ولن يسمح الشعب السوري بأي محاولة في هذا الاتجاه. كل من يقول بأنه يمكن إسقاط النظام تدريجيا سوف يسقط. هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، بمعنى لن يقبل بأي حل سياسي، ولذلك يجب تعبئة الجهود وهي دعوة للشباب السوري في الخارج للعودة وحمل السلاح ومقاتلة أو صد الغزو الأجنبي. يعني وبالتالي تركيبة الائتلاف الجديدة جاءت لتمرير هذه الخطط، هذه التركيبة وقبلها وقبلها وبعدها أيضا. طيب سأذهب للأستاذ نوفل، يعني أين هو جنيف 2 الآن على الخارطة السياسية السورية؟ أنا لا أعتقد أن هناك مؤتمرات قريبة للتسوية في سوريا. لا شيء ميدانيا على الأرض يسمح بوجود تسوية. لا بشار الأسد اقتنع بأنه غير قادر على الاستمرار في الحكم، ولا المعارضة في سوريا حققت ما يكفي من الإنجازات لتتمكن من فرض شروطها، وبالتالي أعتقد أن حالة توازن الرعب التي يراهن عليها البعض، أو حالة موازين القوى الحالية التي يراهن عليها البعض لإنتاج تسوية، هي حالة غير قابلة لإنتاج تسوية. لا يمكن في ظل الوضع السوري القائم أن يتم الذهاب إلى تسوية في ظل موازين قوى.
مطلوب للوصول إلى تسوية وإخراج أن يقتنع أحد الفرقاء بأنه لن يتمكن من المضي قدما في سياساته الهادفة إلى الإمساك بالوضع. نعم. ولا بشار الأسد في هذا الوضع ولا بطبيعة الحال المعارضة السورية اليوم يمكن أن تقبل بعد أكثر من 100,000 من الشهداء ومئات الألوف من الجرحى والمعتقلين وملايين المهجرين من سوريا أن يسمحوا بمثل هذه التسوية. أعتقد أنه موضوع الكلام عن تسوية موضوع سابق لأوانه بكل أسف في الوقت الحاضر يعني. نعم. طيب أستاذ سلطان، بالتالي يعني كل ما تم الحديث عنه في هذه الحلقة وكل التصريحات الدولية وغير ذلك سيزيد من أمد الصراع. نعم، أنا أعتقد أن ما ذكره الأستاذ نوفل صحيح تماما. وأعتقد أن هناك شراء مزيد من الوقت من أجل إضعاف سوريا وتفتيتها، والغرب منصرف ومنشغل. سوريا ليست بلد نفط، سوريا ليست العراق، سوريا إلى جانب إسرائيل مهم جدا أن لا تعود قوية وقادرة وفي ظل قيادة معارضة وطنية متسقة. وبالتالي يعني الغرب في إجازة، متواطئ تماما، فاقد لأخلاقه، وحتى العرب انفضوا عن الثورة السورية بعد أن ورطوا السوريين وأعدوهم بالحلق كما يقولوا، وأن يثقبوا أذانهم ووسعوا مجال التدخل في شؤونهم وأرسلوا لهم المتطرفين في نهاية الأمر. أعتقد أن سوريا دخلت إلى نفق مظلم وبعيد وعميق، لا يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه القوى المتصارعة المعارضة مع النظام. كلاهما مجروح ولكنه كلاهما يقاتل، كلاهما لا يرى الآخر على الإطلاق. نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان سلطان حطاب. الشكر موصول لك أيضا الكاتب والمعارض السوري المستقبل لندن بسام جعارة. وأشكر ضيفي من بيروت نوفل ضوء الصحفي وعضو الأمان العام للقوى 14 من آذار. الشكر لكم أيها الأفاضل، رمضان كريم، ألقاكم غدا.